ذكرت مصادر أنه تم توقيف أشخاص حرقوا أوراقا نقدية في عيد ميلاد بالعاصمة الجزائرية، ويتعلق الأمر بحرق أوراق نقدية في عيد ميلاد شخص ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت إحدى الصفحات الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفيديو الذي وصف بالخطير، وأرفقته بتعليق جاء فيه: من العاصمة حرق النقود داخل ملهى ليلي في 13 فبراير 1982، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 10,000 إلى 20,000 دينار جزائري كل من تسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أموال، وكان ذلك نشأ عن رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم.